مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نبائكم والذي نسلط الضوء فيه على مواقع التواصل الاجتماعي وابرز ما يدور فيها. اما عناويننا لهذا اليوم هي كالتالي: موجة غضب تجتاح السوشيال ميديا نتيجة حصار درنا. وفي خبرنا الأكثر قراءة: بعد 5 سنوات ثاني كبرى شركات الطاقة تستأنف نشاطها بليبيا. أما في ترند العربي والدولي: هاشتاج تريبل طلاق يتصدر السوشيال ميديا. ومن العناوين كالعادة إلى التفاصيل، وبداية من ملفنا الأول: موجة غضب تجتاح السوشيال ميديا جراء تواصل الحصار المتشدد أو المشدد على مدينة درنا الذي استمر لأكثر من 3 أسابيع، حيث منع دخول مستلزمات الحياة للمدينة. رصدنا لكم ما كتبه بعض المدونين عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ونستعرض لكم أهمها، والبداية من نافذة الفيسبوك. بداية من تعليق أحمد هويدي والذي كتب: مدينة درنا لازالت محاصرة وما زال يمنع عنها دخول الوقود والمواد الطبية والغذائية والإغاثية والإنسانية رغم كل التصريحات والبروباغاندا الإعلامية من طرف عديمي الكرامة. وإلى عيسى هويدي والذي كتب: مدينة ليبية عدد سكانها أكثر من 130 ألف نسمة ما زالت محاصرة ويمنع عنها كل أساسيات الحياة، درنا المحاصرة. وإلى ياسر أجبالي والذي كتب عبر صفحته الشخصية: تربينا صغارا على كلمات منها قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، اللي محاصرين الزهرة أنتم وين من هالخبر؟ وإلى أحمد الجرو والذي كتب: درنا أنتم تنامون وعين الله لا تنام. ومن التعليقات على الفيسبوك إلى تغريدات على تويتر، حيث غرد فرج: درنا تعطي للجميع درسا في الترابط بين جميع مكوناتها والصبر على المحن، وأيضا في القيادة والتحدي وكسر شوكة من يحاول تدمير المدينة. وإلى تغريدة أخرى وتغريدة عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، فقد غرد مستغربا: لم أجد تفسيرا للصمت الدولي الغير مبرر والغير مقبول، ولن أقبل عذرا من المجلس الرئاسي بشأن حصار درنا. وإلى تغريدة محمد دزواوة والذي غرد هاشتاج درنا فك الحصار، راهو عيد وحج وعشرة ذي الحجة، راهو 150 ألف محاصر من شيخ كبير ومرأة وطفل، راهو التاريخ يسجل. وغرد أيضا الناشط حمزة الدرناوي: إلى الآن لم يتغير شيء بخصوص حصار درنا سوى في الإعلام. ومن التعليقات إلى بعض من الصور التي كانت متداولة على الفيسبوك ونستعرضها معكم، ويظهر في الصور عددا من الأهالي وهم يقطعون طرفا أو طرقا عفوا فرعية وترابية للخروج للتزود بالمواد الغذائية من المناطق المجاورة لمدينة درنا، كما نشاهد اصطفاف السيارات في طوابير لانتظار افتتاح إحدى البوابات المحاصرة لمدينة درنا، كما انتشر هذا الكاريكاتور محاكية لواقع الحصار المفروض على المدينة. وأخيرا انتشرت رسالة استغاثة من المجلس المحلي درنا يناشد فيها العالم بمد يد العون وإغاثة المدينة من هذا الحصار الذي دام لأكثر من 3 أشهر. أما الآن إلى ملفنا الثاني من نبائكم الأكثر قراءة عبر موقع النبا.تي في، حيث كان خبر استئناف شركة شيل ثاني كبرى شركات الطاقة نشاطها في ليبيا بعد غياب دام ل5 سنوات كان الأكثر قراءة على موقعنا الرسمي، حيث نقلت شركة رويال داتش شيل من ميناء الزويتينا أول شحنة نفطية لها بليبيا منذ 5 سنوات، ولقى هذا الخبر إقبالا من رواد موقعنا وحصد الأكثر قراءة خلال 24 ساعة على النبا.تي في. ومن الموقع الرسمي إلى صفحتنا عبر الفيسبوك والأكثر تفاعلا، فقد لقى خبر تصريح رئيس المجلس الرئاسي المقترح عن أن رفع حظر السلاح بات قريبا ليؤدي الجيش دوره على أكمل وجه في حماية الوطن وتأمين حدوده،
كان الأكثر تفاعلا على صفحتنا خلال 24 ساعة الماضية، حصل على أكثر من 300 إعجاب كما نرى. وهي الأكثر مشاركة كذلك عبر صفحتنا، فقد لقى الفيديو جرافيك الذي نشرته الصفحة عن أوضاع المواطنين المحاصرين في درنا الأكثر مشاركة، وتحصل على 3 مشاركات. مشاركة إلى المشاهدة، فقد تحصل حوار مع مستشار بالشركة العامة للكهرباء نوري منصور في نشرة العاصمة على الأكثر مشاهدة، وتحصلت على أكثر من 6000 مشاهدة خلال 24 ساعة الماضية. لنتابع سويا. العامة لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء، أهلا بك سيد نوري مسعود. أهلا بك أستاذ الكريم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة، ومن خلالكم أحيي كل السادة المشاهدين الأفاضل لتتبعي هذا البرنامج، وكذلك الشكر كل الشكر للسادة لقناتكم الموقرة على كل ما تبذلونه من جهد من أجل إيصال المعلومة للمشاهد الكريم ووضعها في آخر المستجدات بشأن قطاع الكهرباء. ربما استمعت معنا إلى هذا الاستطلاع التي أجرته النبأ مع بعض المواطنين في العاصمة طرابلس، يعني بداية ما هي أسباب التكرر، يعني تكرار الإطفاء والإظلام التام على العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة؟ طبعا أستاذ الكريم ومشاهدينا الكرام، لا شك أن قطاع الكهرباء طبعا قطاع حيوي، قطاع مهم يمثل ركن أساسي في بناء الدولة واقتصادها، طبعا فهو المحرك الأساسي في حياتنا اليومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتقدم الشعوب وأن تستمر الحياة بدون كهرباء، هذا أولا. نعم. طبعا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام والأيام السابقة، الأمر الذي يترتب عليه الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، أيضا أصبحت كمية الطاقة المستهلكة تفوق كمية إنتاج الطاقة من المحطات التوليد، وأصبح الاستهلاك بشكل كبير جدا جدا، وقد يقول أننا نسموه استهلاك يعني مفرط، يعني استهلاك مفرط يصل في بعض الأحيان إلى من 6500 ميجا واط إلى 7000 ميجا واط، هذا استهلاكنا من الطاقة، هذا استهلاكنا طبعا من الطاقة، وإنتاجنا برضو، وإنما الإنتاج من الطاقة يتجاوز يصل إلى 4500 حتى 5000 ميجا واط. أما الآن فنذهب إلى الترند العربي والدولي، حيث تصدر هاشتاغ تريبل طلاق الطلاق بأثلاثة بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الهند قرارا بإلغاء الطلاق شفويا وبالثلاثة، وقررت المحكمة أن يكون الطلاق نظاميا وبشكل ورقي، ولقى هذا الهاشتاغ تفاعلا كبيرا لهذا اليوم، مما جعله أكثر الهاشتاغات تفاعلا من قبل رواد تويتر، وأرصدنا لكم بعضا من التغريدات حول قرار المحكمة. كما نشاهد غرد ناشط أديات، والمحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا على الطلاق بالثلاثة، أنه يعطي كل أم وابنتها الحرية بكرامة، فيما كتب أناندا آمر حكم جيد جدا، ولكن متى ستقرر المحكمة العليا بشأن الزوجات التي تم هجرهن؟ إلى عامر سهيل والذي غرد قائلا علينا أن نحترم الحكم وستكون مهمة كبيرة جدا لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
إلى فقرتنا الأخيرة في نبائكم، حيث رصدنا كواليس نشرة 12 ظهرا، كذلك بعض من فقرات يوم جديد لنشاهد سويا. والأداء والأفكار بهدف زيادة المعرفة والأداء والمهارة لدى الأطفال. نذكر فيها فنانين وأغاني حفر أثرت في ذاكرتنا، ومنها الفنانة تونس لاهلها. بهذه النبأ نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا مشاهدينا أنه بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر فيسبوك، تويتر، تيليجرام، وأيضا عبر موقعنا الرسمي على النبأ.tv. تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله.